من اجل تغطيه لقاء فريق الصحوه المراكشي وفريق بلوديه قريبلا. هذه محاوله والهدف الاول، الهدف الاول لفريق الصحوه. اي 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 بدايه قويه. محمد بن غانم، محمد بن غانم ما كيوجدش على الاب وضع الكره داخل الشباك. اذا 35 ثانيه على انطلاق المقابله، النتيجه كتغير، كتصبح 1-0 للصحوه المراكشي. شباب سيدي عبد الكريم سطاتي عبد العاطي كيلعبها بطريقه جميله بالكعب، ولكن كيدخل الحارس بطريقه اجمل. هاي هاي مقابله غتكون مثيره. اعزائي المشاهدين نكمل التشكيله. اذا نرجعوا للمقابله. للتذكير ففريق الصحوه هو المستقبل بحكم المشاكل اللي كيعيشها داخل مدينه مراكش. طالبي، طالبي كيلعبها كتزميل عاد صار. او يا 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 جول 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 جول. صلاح، صلاح بطريقه اللاعبين الكبار. او يا يا على هدف، هدف الروعه بالمكان. صلاح ما كيوجدش عنا بطريقه جميله من سماها لماها، وما كيتركش حد الحارس فريق الصحوه المراكشي. النتيجه كتغير دقيقه و29 ثانيه والنتيجه 1-1 بين الفريقين. اذا ضربه خطا، عصام اش غيعمل؟ كيقضي. جول 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 جول. المولوديه كتقلب الطاوله، المولوديه كتقلب الطاوله على الصحوه المراكشي وكتغير النتيجه وكتصبح 2-0 في مقابله مثيره ومجنونه، مقابله هيتشكوكيه كنتابعوا. النتيجه كتغير بعد مرور 5 دقائق و43 ثانيه والنتيجه كتصبح 2-1 للمولوديه. ضربه راسيه بديعه للاعب صلاح وتدخل جميل للحارس بن عريش. اي 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 لولا الحارس بن عريش اللي تألق في هذه المقابلة. صارت عند عبد الهادي، عبد الهادي كيلعبها طويلة عند عصام كيدخل كيحضر العب. اي 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 قذفة قوية اللاعب عبد العاطي بريدي وتدخل جميل ورائع للحارس بن عريش اللي تدخل في المكان والزمان المناسبين اللي لولاه لكانت النتيجة. كيلعب عن طالبي او جميله وكيدخل الحارس طريقه اجمل. حارس بن عريش صراحه مقدم شوط اول كبير. مشات عند بن عمر مسجل الهدف او بن غانم. محاربة خطا خطيره لفريق الصحوه. تنفيذ اللاعب الزبير بودلال، الزبير بودلال يسرى خطيره عنده هذا اللاعب. غيساعد باش ينفذ ضربه خطا للصحوه. كيساعد كيحط جميله جميله جميله. هدف التعادل، هدف التعادل لطريق اللاعب فرحان. ما كيوجدش عناء في وضع كره داخل الشباك الحارس عبد الهادي وكتغير النتيجه وكتصبح 2-2 بين الفريقين. اي 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 هدف تعادل، تعادل الصحوه. اذا 2-2 بين الفريقين. ضربه خطا ياسين، يلعبها ياسين كيلعبها عند اي 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 خطيره 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 خطيره. جول 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 جول. الثالث، الثالث الصحوه، الهدف الثالث للصحوه المراكشي بعد ما سالم اللاعب سفيان الكره بطريقه جميله ودعا بطريقه اجمل في شباك مرمى الحارس عبد الهادي. اذا النتيجه كتغير وكتصبح 3-2 بين فريق الصحوه. تدخل جميل، تدخل جميل وتدخل يا 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 خطيره 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 خطيره. تعادل، تعادل، تعادل المولوديه واللاعب عصام كيوقع الهدف الثالث للمولوديه والشوط الثاني الشخصي له. اي 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 عبد العاطي فتك الكره من اللاعب الزبير ومررها بطريقه جميله لعصام، عصام قذف تدخل بن عيوش اللي صراحه ما لقاش المسانده، تدخل عده مرات وتعلق الحارس المراكشي ولكن الكلمه الاخيره كانت لعصام وما كيسيبش عناء بوضع الكره داخل شباك الحارس. النتيجه كتغير وكتصبح 3-3. صلاح اش غيعمل الكره ديالو؟ مرة جميل. اي 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 طلع الحارس، طلع الحارس بن عيوش اللي مقدم لقاء كبير. نتمنوا صادقين من المقابله تبقى غاديه في الروح الرياضيه. بن عيوش كيدخل بطريقه جميله.